ما جربتهمش. جرب ماشي. سلام البنات، واش راكم لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. اليوم راني وحدي، محمود ما كاينش. محمود راه في الخدمه دوكا. انا راني خارجه رايحه مع سلفية، هو اللي راح يوصلني. رايحه عند صاحبتي الجزائريه، رايحه باه نبدل لوك تاع شعري. كما قلت لكم المره اللي فاتت، انا كنت دايره اللي مشوها طولي لتحت، فراح نصبغوا ولا ما عيبش واش راح ندير. مازال ما ديسيديتش. وثاني راح نشري واحد الحوايج، راح نشري غوب، عندي واحد المناسبه ان شاء الله في الفيديو القادم نقول لكم عليها. ما عيبش اذا نشريها اليوم ولا ما نشريهاش. المهم دوكا راني خارجه، وهذاك هو من بعد يولي محمود هو اللي يجي يرجعني. المهم دوك سلفي راح يستنى فيا، لازمني نخرج. ديجا فيها البنات، بس يعني مش مفروض يعني طرحة مش طرحة. أيوة لو عايزين أحطها لك خلص، مش حطي لغوب. هذه هي والله لا انت مش عارفه اللي شفناها، هذه اشيل بكثير. جربيهم الاثنين. البندانا تكون كبيرة، تكون اللي فيها الزيت. طب انا ممكن اعرف اللي فيها الزيت؟ وبعدين طلعي وترميها كده. ونقدروا نعملوها على اثنين صح؟ او لا ممكن عادي اشوف لك بوني. طيب اللي هو بيبقى مرفوع كده، بس حبوني زي كده. ما جربتهمش. جرب ماشي سهلين، غير يتحطوا. اصل انا بلبس والطرحه دي على فكره جولد قوي عندي، فممكن تاخدي دي اكتر. يعني فيها بغيان؟ لا هي بصي اللون اللي بيلمع فيها ده زي الذهبي اكتر. ايوه ادي الاولى اللي جبتها. جميل جربت هذا. بالضبط دي تبقى مرفوعة كده هكذا. شو ادي الثانية. الأخرى الثانية وكما قلت لك ربطيها من قدام. هي فين الثانية؟ أها. هاتي تنقصها. هو ممكن أعرف أنتم منين؟ من الجزائر. أنا جيت قبل. ده فاكراكي طبعا. بس كل ما افتكر اقول لك منين بنسى. تنسي. انا لو كي قالت لي حابه كي قالت لي حابه الطرحه، قلت لها تعالي ناخذك عند تكوني اليس، يعني تكوني تاخذيهم الاثنين. البوندانا
تفرجت درت رحت عند صاحبتي الجزائريه من بعد رحت عند حفيفه درت لي طواياج لوجهي ورحت شريت غوط ومن بعد شريت خيمار ودوكا نزل لي روحي نشري شوي حوايج شي شوي ماكياج جا محمود راح معايا خرجت المره الاولى انا وصاحبتي ومن بعد هي روحت وجا محمود به يدي نروح نكمل نشري شوي حوايج ومن بعد نولي ونروحوا. سألتونا يعني انتوا ليه بتطلعوا بالليل؟ احنا عندنا في مصر كل حاجه هنا يعني الفسحه كلها بالليل، الشراء كله بالليل، تروح اي يعني تروح تشتري اي حاجه من اي محل بالليل، يعني بالليل في النهار الدنيا يعني بمعنى صح سخونه، فما حدش بيطلع كتير في النهار والاغلبيه كلها تتفسح بالليل. يعني البنات بكره رانا مروحين كمت حوايجي وبكره مروحين عمر وجوري خليتهم عند في الدار يعني ما بغيتش نجيبهم قلت بعدا نقضي صوالحي في راحتي. المهم دوكا مروحين كي نوصل ان شاء الله للدار نوريكم لاغوب اللي شريتها ونوريكم الخمار واعطيوني رايكم. وين روحنا راهي واحد السخانات وكتل نوريكم لاغوب اللي شريتها. شريت هذي شوف شريتها هكا فيها نجوم من ساعتك فيه جاية هاي فيها هكذا ها جي هكذا. المهم كي نقيسها نوريه لكم كيفاه راح تجيني. شريت لها هذا الخيمار شريت هذا البوندانا هذا الفوندانا لقيتها يقولوا لها فوندانا تاع السوق فوندانا سوري دي هكا نديها من تحت وشريت لها هذا الخمار علاش تبان لك ولي يرتبوا مليح في التليفون ولا لا باسكو الضوء على بالي ما راه نقص بزاف. المهم لا كولير شريتها زي نجوم شوفوا تخرج عن جوا ها لا كولير زي نجوم. هذه هي شريتهم عندي مناسبة الفيديو الفيديو الجاي ان شاء الله نقول لكم واش من مناسبة اللي عندي. هذه هي وشريت شوية مكياج كان خاصني باسكو المكياج تاعي كامل كسراتو لي جوري كنت نحطو فوق لاكوافيز رحت كامل كسراتو لي. المهم رحت شريت شويه وهذه هي
هذه هي. المهم كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك على الفيديو اذا عجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.